ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة أنه قال أن هذا قول أكثر أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن رشد في البداية. هذا يحتاج إلى تتبع. ثم لو قيل بهذا الأئمة كلهم كما أسلف قالوا من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز أن يعدل عنها إلى رأي من آرائنا. هذا ما أردت بيانه، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. فخلاصة القول أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وكون المرأة الخثعمية أيضا مما يذكر هنا، كونها أنها كشفت بيان الحال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما ذكرت من أدلة من حرص الصحابيات حتى في عهد عمر أنهن كن يغطين وجوههن حتى في الإحرام إذا مر بهن الرجال الأجانب.